أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري أشرف على مراسم انطلاق أشغال اللقاء الأول من نوعه بين وزارة الفلاحة والمتعاملين المستثمرين الشباب الحاملين لمشاريع استثمارية والمقيمين بالخارج. اللقاء الذي سيتيح لهم أو لهؤلاء المغتربين بتشييد شراكات مع وزارة الفلاحة في مختلف المجالات، خاصة في تربية الأبقال. التغطية لجليلة بالحاج. يعني حاملي المشاريع الاستثمارية في قطاع الفلاحة مصدرين. الهدف من هذا اللقاء الأول من نوعه مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في مختلف دول العالم مثل ما تابعتم ومثل ما شاهدتم كذلك، حقيقة فيه رغبة كبيرة لأبناء جاليتنا للاستثمار في هذا القطاع، يعني قطاع الفلاحة، قطاع كذلك تربية الأبقار، قطاع كذلك إنتاج الحليب ومشتقاته، ضيف إلى ذلك قضية تصدير الفواكه الخضر وكل ما له علاقة بالفلاحة إلى خارج الوطن. هو في حوالي 30 يعني رجل أعمال، وأنا ذكرت أنه في هذا الكم فيه من استثمر في الوطن، فيه من يعني له استثمارات في الوطن، فيه من له استثمارات خارج الوطن، وفيه الوفد الثاني أو الفريق الثاني هو جاء لجس النبض.